يستوقفك صوت آلة الطحن الرحى كلما مررت من هنا بين هذه الأزقة العتيقة بمدينة تلمسان. وجدنا إبراهيم داخل محله الصغير منهمك في طحن التوابل لزبائنه، عادة حافظ عليها هذا الشاب في بيع التوابل المطحونة في الحين. هذه الفكرة الحاجة الأولى اللي جاتني على صحة المواطن، حاجة الأولى خطر وقوا مشاكل كبار في هذه التوابل هذه اللي تكون مطحونة. احنا خممنا في هذا المحل تاعنا المتواضع موجود بيتي لمسان باش يكون كاين طحن في الحين، كما نقولوا امام اعين الزبون، يطلب الكميه اللي يبغيها ونطحنوها لا قدام. كنا عقلوا على مواتنا ولا جداتنا كانوا يشريو شهرين مقبل، يغسلوهم كما نقولوا ينقيوهم يفرزوهم مليح يغربلوهم يطحنوهم بهذيك الراحه، كما هذيك الراحه تاع بكري يشسوها. ودروك راه كاين كل عام كاين تطور، خرجوا لنا هذا كاين آلات صغيره هكا سبيسيال غير الحوانت هكا صغار، انا نريحيو سير بلاص. هي فيها تعب اكثر من اللي طحنا زعما، كما نقولوا شكاره هي فيها تعب، وديك المواطن كذلك يصبر خاطر ماشي سهله باش تسقد كليون، ماشي سهله تحلى شويه شويه شويه. انا ما نوجدش المطحون، نخليهم هكا حب ونطحنهم. الكثيرون يترددون على محل إبراهيم من أجل شراء التوابل بمختلف أنواعها مطحونة في الحين وأمام أعينهم. التوابل المطحونة سير بلاس عندها مذاق يتميز على المذاق الآخر تاع الحب، لأن الحب يكون بارد وكي يتحلك سير بلاس يكون الجودة شوية خير من الأخرى. سيتو طافي نورمال، الإنسان كي يتحن هكذا سير بلاس وتشوف بعينك خير من الإنسان ما تعرفش واش أسكو مخلطة أسكو ماشي مخلطة أسكو، بالمعنى تكون اون كونفيونس ميوتيال ما بين الكليون ما بين الزبون وما بين البائع. للتوابل نكهة في طهي مختلف الأطباق، وللتوابل المطحونة في الحين ميزة خاصة.